اقعد حله في ظهر خلو 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 تبى الهروج روح لهم. لا اقعد يا ابو سعود. السلام. خلنا اقعد عند جنكيز خان. اقول لك ذاك الرجال اللي عليه بنت. الرجال قد عود. ويوم قد عود قد المرة مجوز. جاها خطب. اي. وقالت قال انا باخذ بنتك. قال انت ما تاخذها. يا رجال يا عندك يا عندك. قال انت ما تاخذها نهائي. انت لن تصلي وامورك مصلحه ودينك الى دنيك. انا ما انا متجوزك. البنت تبغي. والرجال قد لا هو بشيبه طايح ولا هو ولا هو بشباب. قد في ذا 50 و55. الله المستعان. وهي امها متوفيه ولا عندها اخوان ولا عندها اخوات. ما بها الا هي ويا الشبل. المهم كلمت الرجال وقالت له بي رافض انك تاخذني. وش رايك براين عندي؟ قال وش تبغي؟ قالت وش رايك ما دام انه شيبه نعود وش رايك تاتينا في الشقه واذبحها انا وياك ولا من شاف ولا من درى. لا عنده حجوز تنشد منه ولا عنده عيال ولا عنده بنات. ما بهلا انا وانا ابغيك. المهم توعد هو اياها ليل من الليالي. قال انا بجيش في الساعه الفلانيه في الشقه. هو وين هو يرقد؟ قالت يرقد في غرفته فوق. قال بس الساعه 3 انا عندي وانا باخذ على سنه الله ورسوله. قال طيب. المهم قام الرجال وجاء على الواد. يوم جاء قال وين الشيبة؟ قالت الشيبة في غرفته. قال علميني بأجزاء الغرفة. قالت غرفته كبيرة وفيها وانتو بكرامة دورة مياه وفيها كبتان وفيها. قال بس خلي الموضوع عندي. قالت لا انت ممكن اذا فتح عينه شاف له رجال غريب ممكن انك يسيدك. اني انا اروح اللي اذبحه. تقولها المرأة. تقولها البنت. يا سمان. اي. وجاءت وعينت الشيبة تراجع. وتقوم وتضربه بسكين في 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 الحنجرة. ثقبة النحر. في ثقبة النحر. وتسحبه قالت انا ما اسوق ولا نزلته بيشوفون الجثة ولا هنا يعني. فيها اشياء واجد. وتقوم وتبطل ولف البيانو. البيانو تعرفين وين البيانو؟ ايه زي البانيو. البانيو انا اقول البيانو. البيانو البيانو ولا ما يرجع ذا حق لي البانيو. البانيو باينو. اي هو ذا. تترسه ماء وتحط الشيبه فيه بدميانه بدنياه خلته علشان يا ترى تلف. ويوم راحت هي وانتبهت وتحط معه كلوركس وتايد عشان يتحلل عشان ما تظهر الريحه. المهم عاشت حياتها. الغرفه دي قفلوها. عاشت حياتها مع رجالها. يروحون يطلعون ويسافرون ويعودون. والعود مخمر في التايد. في التايد. المهم عقب سنة جاءهم اتصال من مركز الشرطة. عقب سنة؟ نعم. سنة؟ نعم. يوم جاءهم اتصال. يوم جاءهم اتصال راحت لمركز الشرطة. يوم جاءوا مركز الشرطة. في الرجال يسولف. جاي تعدل الشباب. أسلم أسلم. يوم جاءت. على سالفة. لا لا بس احنا على شان. المهم انها راحت ل... نعم راحت للتحقيق. يوم راحت للتحقيق هلا يبيها قاعد يعكس. امسكها الضابط ويسكر عليها الباب ويقعد الثنين. هي نعم هي وزوجها. قال انتم متهمين بذبح الشيب الذبح. وذا الحين بنحولكم للمحكمة والمحكمة تسجنكم.
يوم هنا ولا يها يوم تهولت انفتح راسها أصدمت. قالت أنا بعترف كل شيء، بعترف إني ذابحته وبعترف إني، ولكن أنا متأكدة من شيء إني ذبحته. إنه مات. إني ذبحته. العود حي. العود حي. إني ذبحته. إني ذبحته. اللي بشتك. أبغي أعرف كيف كيف جاء. قال تفضل يا شيخ. قال لها الشيبة مع تيد الغسيل. ما بيجي مستحيل. لا اقسم بالله يضرب على الضغط. انا ما يدخل كسرت لي اصابع يا اخي. صد ما يدخل كسرت لي اصابع يا اخي. قاعد المطار يعذرني يا اخي. يا اخي ايش سويت يا اي حتى انا يا اخي ما بتلازم والله 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 انا فاخر لي انه ما بعد سولفها علي ولا بس انا رجال معي مخ. انا معي مخ يا اخي. قال حطته بالماء خلال حليله حتاي حتى انا قلت خلتها منقع بالتايد هربت بكتها اصلا مو انتم العود كيف جاء.